والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا وسهلا بكم على قناة ACTC سلموني تلفزيون شانل، ومع كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية. عنوان محاضرة اليوم: نموذج الغربان فوق الفجوة الصاعدة، أبسايد جاب تو كراوس. مبدئيا كده، هذا النموذج نادر الحدوث على الشارت ولا يتكرر كثيرا. هذا هو الشكل العام لنموذج الغربان فوق الفجوة الصاعدة. هاتان الشمعتان اللي عليهما شكل بيضاوي هم سبب التسمية، كأنهما يمثلان غرابان، وهما شمعتان دبابيتان بيعيتان متتاليتان تأتيان وراء بعضهما مباشرة. وتوجد أيضا فجوة سعرية في هذه المنطقة اللي عليها كلمة جاب فوق الشمعة الخضراء التي قبل النموذج، واضح اتجاه صاعد. طيب، ما هي معايير تشكل هذا النموذج؟ رقم واحد، يجب أن يكون السوق في مسار عام صاعد فقط حتى ولو كان قصير، حيث أن هذا النموذج لا يأتي نهائيا في المسار الهابط ولا يأتي في الاتجاه العرضي، وهذا ما يجعله نادر الحدوث. رقم 2، يتشكل النموذج من شمعتي بائعين متتاليتين يمثلان غرابان، يعني هاتان الشمعتان اللتان باللون الأحمر يعبران في التحليل النفسي الفني الياباني على أنهما نذير شؤم، لذلك يظهران على شكل غرابان كناية عن عدم التفاؤل وهبوط الأسعار لأسفل. رقم 3، أن تكون هناك فجوة سعرية قبل الشمعة الأولى، وما فيش مشكلة إذا تداخلت ظلال الشموع، لكن المهم إن الأجسام تكون بعيدة عن بعضها البعض، يعني الجاب موجود بين الشمعة الخضراء التي تظهر في نهاية الاتجاه الصاعد وبين الغرابان اللذان يشكلان فيما بعد هذا النموذج. رقم 4، يفضل أن تبتلع الشمعة الثانية الحمراء الشمعة الأولى الحمراء أيضا الخاصة بالغرابين، حيث أن الشمعة الثانية تفتح أعلى من الشمعة الأولى وتغلق أدناها، يعني كأنه نموذج ابتلاعي ولكن بلون البائعين. وكل الشمعة الثانية ما وفرت هذا الشرط كلما كان هذا النموذج مثاليا. رقم 5، تأكيد النموذج يكون بالشمعة التي تغلق الفجوة بعد النموذج، يعني شمعة التأكيد تكون رقم 4 بعد النموذج، هي التي من خلالها أستطيع أن أحكم على اكتمال النموذج، ومن بعدها أدخل صفقة شراء إذا أغلقت شمعة التأكيد تحت 50% من آخر شمعة صعودية. طيب، لو كان شمعتي الغربان تو كراوس بنفس الحجم مفيش مشكلة، يظل النموذج صحيح في قدرته على عكس الاتجاه من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط، ولكن إذا ابتلعت الشمعة الثانية الشمعة الأولى بكاملها فده بيدي قوة أكبر للنموذج، وهو نموذج قوي جدا لكنه نادر الظهور على الشارت. عشان كده لو ظهر لك بتبقى دي فرصة كويسة جدا لدخول صفقة بيع قوية ربحانة بعد ظهور شمعة التأكيد وإغلاقها عند أكتر من منتصف شمعة المشترين. والآن نتحدث عن نموذج استمراري نادر الوجود أيضا على الشارت مشابه للغربان فوق الفجوة الصاعدة، يسمى خشبة الملاكمة مات هولد. بس مبدئيا كده هذا النموذج يوافقه من حيث الشبه ولكن لا يوافقه من حيث التأثير. هذا النموذج اللي هو خشبة الملاكمة مات هولد
نموذج استمراري، بينما نموذج الغربان فوق الفجوة نموذج انعكاسي. طيب ما هي كيفية تشكل هذا النموذج؟ هذا النموذج يتشكل كالآتي: رقم واحد، بتكون عندي حركة صاعدة، بعدها يحدث معي فجوة سعرية، ثم يتشكل معي نموذج الغرابان الخصان بالنموذج. ولكن السر في الشمعة الرابعة، هتلاقي إن مستويات الظلال إذا أغلقت فوق نموذج الغرابان فوق الفجوة، في هذه الحالة نلغي احتمالية الانعكاس، ويصبح عندي الاتجاه المحتمل هو الاستمرار في الاتجاه الذي كان يسير عليه سابقا. يعني باختصار، إذا كان عندي نموذج الغرابان فوق الفجوة، فأنا عندي احتمالين: الأول أن الشمعة الرابعة الموالية للنموذج تكون حمراء تغلق أسفل الشمعة الخضراء الأولى عند أكثر من 50% منها، وكلما تغلغلت في الإغلاق كل ما يكون أفضل، وفي هذه الحالة تكون هذه هي شمعة التأكيد بالنسبة لي على اكتمال النموذج، وبالتالي ممكن أدخل من بعدها صفقة مع البائعين. في هذه الحالة يكون النموذج انعكاسي. الاحتمال الثاني أن الشمعة الموالية للنموذج تكون خضراء وتغلق أعلى من مستوى ذيول نموذج الغربان فوق الفجوة. في هذه الحالة بتبقى دي شمعة التأكيد بالنسبة لي على أن السعر لن ينعكس وسيواصل الصعود في الاتجاه الذي كان يسير عليه في البداية. وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.